يعني النهارده لو بنتكلم عن جهاز تنميه المشروعات المتوسطه والصغيره ومتناهيه الصغر، المواطن يحب يعرف ايه هو الجهاز ودوره داخل السوق المصري، نحب نعرف رؤيه جهاز تنميه المشروعات واستراتيجيته للعمل داخل الاقتصاد المصري. جهاز تنميه المشروعات هو امتداد للصندوق الاجتماعي للتنميه اللي كان اتاسس في سنه 91، والجهاز حل محله اعتبارا من عام 2017، واصبحت تبعيته لرئيس مجلس الوزراء بصفه مباشره اعتبارا من نهايه عام 2018، وده كله في ضوء اهتمام الدوله بالقطاع المشروعات ان يكون في جهه معنيه بالقطاع. يعني ايه معنيه؟ لان انا قلت لحضرتك ان القطاع متنوع، هو موجود في الزراعه وفي الصناعه وفي السياحه وفي كل القطاعات الدوله، وبالتالي كل قطاعات الدوله بتخدم عليه وتقدر تخدمه وتساعده وتقدر تعطله برضه. فلازم يكون في جهه بتنسق نحو رؤيه واحده واستراتيجيه واحده، وان هنا ده دور الجهاز اللي يختلف عن دور الصندوق الاجتماعي. يعني الصندوق الاجتماعي كان بيقدم خدمات ولا يزال الجهاز بيقدمها، ولكن الجهاز خد دور اوسع شويه انه يضع سياسات ويضع استراتيجيات وينسق الجهود ويوحدها نحو هدف واحد. فالجهاز هو اللي وضع اول حاجه الاستراتيجيه الوطنيه لتنميه المشروعات المتوسطه والصغيره ومتناهيه الصغر ورياده الاعمال، واحنا دايما ايه بننسى رياده الاعمال. واعتمدنا هذه الاستراتيجيه مجلس الاداره، وكانت ليها مجموعه من المحاور يعني، لكن باختصار احنا بنركز على ثلاث اربع خمس محاور رئيسيه. ايه هم المحاور؟ ان اول حاجه البيئه التنظيميه والتشريعيه الداعمه لهذا القطاع. هل القوانين وهل السياسات بتشجع وتدعم؟ فده محور بنشتغل عليه، ويمكن انجاز كبير كان للجهاز وللدوله ان احنا اصدرنا قانون لتنميه المشروعات اللي ممكن هنتكلم اكيد عنه كمان شويه. النقطه الثانيه المهمه هي ثقافه رياده الاعمال. المصريين بيخافوا من المخاطره، مش متعلمين كويس يعني ايه تبقى صاحب مشروع. النظام التعليمي ما بيركزش على النواحي دي. المثل القديم المعروف ان فاتك الميل اتمرمغ في ترابه يعني. فتغيير هذه الثقافه يعني الوظيفه الحكوميه لسنوات طويله كانت هي القبله الاساسيه والاولى لكل الشباب والخريجين. المفهوم ده اختلف في العالم كله صحيح، وفي دول احنا يعني نسمع دايما ان هم يعني طبيعتهم يعملوا مشروعات. احنا المصريين كان متخذ عننا فكره يعني ان احنا نحب الوظيفه زي ما حضرتك بتقول، ولكن ده بيتغير، هو فعلا اتغير يعني ولسه محتاج يتغير اكتر. فتنميه الثقافه والمهاره والتعليم الخاص برياده الاعمال او باقامه المشروعات احد المحاور الرئيسيه للاستراتيجيه. البعد الثالث، طيب انا النهارده الناس عايز تعمل مشروعات وبقى ده ثقافه عندهم وتعلموا كويس يعني ايه مشروع، وعندي بيئه جيده وداعمه وتشريعات ميسره، لازم يبقى في خدمات. طيب انا محتاج تمويل، انا محتاج دعم فني، انا محتاج تسويق، انا محتاج كذا حاجه. فالبعد الثالث هو ما يسمى خدمات تنميه الاعمال. فدول الثلاث دور تمويل يعني طبعا لان هو تنميه هذا القطاع ليست فقط في التمويل. التمويل حاجه مهمه جدا، ولكن لا يقل اهميه عنها هي الخدمات الاخرى غير التمويليه زي التدريب والتسويق والدعم الفني وخلافه. فده يمكن هما الثلاث محاور رئيسيه. بس هل احنا هنعمل ده لكل الناس ولا هنركز على حاجات معينه؟ فبنتكلم بقى هنا بعد ما اتكلمنا عن الثقافه والبيئه والتمويل وخدمات الدعم الفني على ايه القطاعات الواعده. ولذلك هنلاقي ان احنا مركزين على الفتره الجايه ازاي نقلل من فاتوره الاستيراد بان احنا نعمل احلال للمنتج المحلي. صحيح، يمكن ده هنتكلم عليه في بالظبط. ازاي نركز على الابتكار